كانت الفنانة سامية جمال حريصة على المحافظة على رشاقتها ولياقتها، فكانت تخاف أن تكسر من الطعام واتبعت نظاما غذائيا يعتمد على الزبادي والخضروات. سامية جمال معروفة طبعا، ممثلة وراقصة قديرة، مما أدى لإصابتها بالأنيميا، وهو ما أدى لدخولها للمستشفى قبل 4 أشهر من وفاتها، حيث كانت تعاني من هبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين بالدم، مما استدعى نقل دم لها. بعدما أفاقت سامية من الغيبوبة، نصحها الأطباء بتناول الفيتامينات والاهتمام بالتغذية والابتعاد عن النظام الغذائي القاسي الذي كانت تعيش عليه، وهو ما رفضته سامية، وتسببت ذلك في إصابتها بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، أدى لحدوث غرغرينة، وتطلب الأمر إجراء عملية استئصال للأمعاء، ولم تتحسن حالتها وبدأت تفقد الوعي تدريجيا حتى توفيت في الأول من ديسمبر 1994. سامية جمال في أواخر حياتها اشترت سامية جمال مدفن لها على أول طريق السويس، وكانت تحرص على زيارته من وقت لآخر. وفي إحدى المرات وجدت أن الحارس قام بكتابة مدفن الفنانة سامية جمال، لكنها رفضت كتابة لقب فنانة وطلبت تغيير اللافتة، وأوصت بوصية غريبة قبل وفاتها، وهي أن يتم إخراج جثمانها في هدوء من سلم الخدم، بعيدا عن التكلف والطقوس المعتادة في تشييع المشاهير. اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ، من مواليد بني سويف جنوب القاهرة، ظهرت في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال، أشهر من نار على العالم. في بداية حياتها جمعتها قصة حب بالفنان فريد الأطرش، ويشاع أنها تزوجت فريد ثم تم الانفصال بينهما، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. سامية جمال وفريد الأطرش كانوا من أحسن الثنائيات في الأفلام، مع فريد هانم وغيرها. تزوجت سامية جمال من متعهد حفلات أمريكي كان يعمل في باريس ويدعى شيبارد كينج، الذي أعلن إسلامه قبل أن يتزوجها وسمى نفسه عبد الله. هنا عقد قرانها على شيبارد كينج، سمى نفسه عبد الله، ولم يدم هذا الزواج إلا فترة قصيرة جدا. وفي أواخر الخمسينيات تزوجت من رشدي أباظة، وقدمت معه بعض الأعمال السينمائية، منها الرجل الثاني، بنت الحتة، والشيطان والخريف. مع رشدي أباظة دون جوان السينما المصرية، صور نادرة معاه. لم تكن علاقتها برشدي أباظة على وفاق، فقد كان شخصية صعبة ومتقلبة المزاج، مما جعله في حالة عصبية دائما، وقد تحملته كثيرا، بل إنها كانت بمثابة أم لابنته اسمت، التي ربتها منذ أن كانت طفلة، حيث أنها لم تنجب في حياتها أبدا، وكانت كل مشاعر الأمومة لديها قد أعدتها لقسمة وأبناء أشقائها. دي مع اسمت في صور نادرة برضو، رشدي أباظة منعتها من الذهاب للنادي أو ممارسة السباحة، إلى أن وصل الخلاف بينهما إلى نقطة اللا عودة، حيث أصرت على الطلاق فتم الانفصال. اتجوزت الأول شيبرد كينج وبعد كده رشدي أباظة، وانفصلوا رغم إنهم كانوا بيحبوا بعض، بس الاختلاف في الشخصية ما يجعلش هناك توافق. لم تتزوج بعدها سامية جمال برغم العروض المغرية التي تلقتها من فنانين وأمراء من الخليج ورجال أعمال.
أنا ما أعرفش دي أباظة. ولدت سامية جمال في بني سويف في 1924، ودخلت عالم الفن في 1940، وكانت بدايتها مع فرقة بديعة مصابني، حيث عملت راقصة، وكانت تشارك في التبلوهات الجماعية الراقصة مع فتيات الفرقة خلف بديعة. اختارتها بديعة لتؤدي رقصة منفردة في إحدى الحفلات. نشوف اللي حصل. وقام مدرب الرقص في الفرقة بتلقينها بعض الحركات، وألزمها بارتداء كعب عالي، وتحكي سامية أنها كانت خائفة للغاية، فجاءت الرقصة سيئة، فأعادتها بديعة لمكانها الأول. لم تستسلم سامية للفشل، وألحت على بديعة لتمنحها فرصة أخرى للرقص أمام الجمهور، ولكن بدون مدرب رقص. فوافقت بديعة، ونجحت سامية نجاحا مذهلا، ولو كانت فشلت لكانت طردتها بديعة من الكازينو كما اشترطت عليها. من هنا بدأت سامية جمال الراقصة المشهورة. كانت سامية جمال نجمة الرقص الأولى في مصر، وكانت تشكل مع تحية كاريوكا مدرستين مختلفتين في تعليم وأداء الرقص الشرقي. ورغم أن الاثنتين بدأتا في الفرقة نفسها، فرقة بديع مصمي، إلا أن كل منهما كان له أسلوب مميز ومختلف في الرقص. اشتهرت سامية جمال بالمزج بين الرقص الشرقي والغربي، واعتمدت في أداء رقصاتها على الملابس المبهرة والموسيقى والديكورات. أما تحية كاريوكا فكانت تفضل الطابع القديم التقليدي للرقص الشرقي، بالرغم من أنها أضافت إليه الكثير من التطوير. اعتزلت سامية الرقص في أوائل السبعينيات، ثم عادت مرة أخرى وكانت تقترب من سن الستين، بعد أن أقنعها الفنان سمير صبري، حيث عملت مع فرقة محمد أمين الموسيقية الذي أهدى لها مقطوعات موسيقية من ألحان فريد الأطرش لترقص على أنغامها. اعتزلت ثانية بعد تكريمها في مهرجان تولوز بفرنسا، لأنها أرادت بذكائها الفني أن تترك انطباعا جميلا لدى الناس عنها يناسب مشوارها الفني الكبير. بحسب ما قال صديقها محمد أمين عنها، كانت سامية جمال شخصية عاطفية جدا، تحب من حولها وتسعى لإسعادهم أيا كانت الظروف. صور سامية جمال مع أبناء الموسيقي محمد أمين. ساهمت في الإنفاق على أسرتها وأشقائها وأبنائهم وتعليمهم، كما كانت تهتم بفراغاتها الموسيقية وتحرص على ألا تأخذ أجرها قبل أن يتقاضاه الموسيقيون الذين يعملون معها، وكانت لها علاقات اجتماعية متعددة وكثير من الأصدقاء الذين كانت تحرص على زيارتهم. كانت سامية تحب التجول في شوارع الزمالك، حيث كانت تستمتع بشراء حاجاتها وتمارس رياضة المشي كعادتها، وكانت سعيدة عندما يتعرف الناس عليها. كانت سامية جمال أيضا كما يحكي صديقها المقرب الموسيقي محمد أمين عزيزة النفس بشكل كبير، فلم تقبل أبدا أن تتلقى أموالا من أحد إلا نظير عملها. وقد عرض عليها أحد أمراء الخليج أن يهدي لها جناح خاص في أحد فنادق القاهرة الكبيرة، ولكنها رفضت، بل إنها اعتزلت الرقص في أوائل السبعينات. ثم عادت له مرة أخرى عندما لم تجد دخلا يؤمن حياتها، فاستمرت تعمل بالرقص حتى سن الستين، حتى جمعت مبلغا من المال يكفيها أن تعيش الباقي من حياتها مستورة كما تقول. بالرغم من أنها تلقت العديد من العروض، إلا أنها كانت ترفضها، فقد امتنعت عن تلبية دعوة إحدى القنوات العربية بأن تقوم بالتعليق على أحد أفلامها.
وذكرياتها عنه لأنها لم تكن ترغب في الظهور على الشاشة لأي سبب من الأسباب، خاصة خارج مصر، ولكي يظل الجمهور يحتفظ بصورتها التي عرفها عنها. كانت سامية جمال دائمة الدعاء لربها، وكل من حولها كان يعلم بأنها تكثر من دعاء يا رب الستر، على عكس ما كان يشاع عن فناني هذا الزمان أنهم لا تربطهم صلة بالله أو بالدين. كانت سامية تحب الفقراء كثيرا وتعطف عليهم وتنفق على أولادهم، بل كانت دائمة العطاء بلا حدود مع كل من حولها. حتى عندما مرضت رفضت أن يدفع مصاريف علاجها أحد، لذلك توفيت وهي لا تملك شيئا. من عجيب الفنانين بعد مشوارها الطويل ده، لم تعاني سامية جمال من أي أمراض خطيرة حتى وفاتها، ونفى صديقها محمد أمين ما تردد عن إصابتها بالاكتئاب لأنها كانت شخصية اجتماعية، وكانت أيامها مشحونة بالعلاقات وتبادل الزيارات مع الأصدقاء والأقارب، فلم تعاني من الوحدة أبدا، وكانت سامية جمال تعاني فقط من الأنيميا لأنها لم تكن تحب الطعام لتحرص على رشاقتها، وهو ما أدى لدخولها للمستشفى قبل 4 أشهر من وفاتها، حيث كانت تعاني من هبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين في الدم مما استدعى عملية نقل دم، ونصحها الأطباء بتناول الفيتامينات والاهتمام بالتغذية. قررت سامية جمال الخروج من المستشفى بعد 3 أيام، وعندما اتصل بها صديقها محمد أمين قالت له أكره البقاء في المستشفيات. ومن أغرب المشاهد التي يرويها محمد أمين أن سامية طلبت منه شراء مدفن لها، ورغم استغراب أمين من ذلك بأنه من قبيل التشاؤم، ولكنها أصرت فتم شراء مدفن في أول طريق السويس، وكانت تزوره من وقت لآخر حتى ذهبت ذات مرة فوجدت اللوح الرخام على القبر مكتوب عليها الفنانة سامية جمال، فاعترضت بشدة وطلبت تغييرها وقالت الموت ما فيهوش فنانة ولا غيره. الله يرحمه. دي صورتها بالحجاب. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشاركونا برضو بالتعليقات، وشكرا.